اليوم في مدينة عزاز تم افتتاح معرض بعنوان موعد مع القلم، الفنانتين تشكيلتين حكمة إسماعيل وفاطمة أحمد. هذا المعرض بتناول كثير جوانب في الثورة السورية عبر لوحات، في معاناة الشعب السوري، في لوحات عن العنف ضد المرأة، في لوحات عن الجيش الحر وبطولاته والدفاع المدني وأعماله الإنسانية. يعني نحن اليوم سوينا هالمعرض في أجواء حرب لنثبت للعالم أنه الثورة السورية ما هي بس حرب وجبهات، في فكر، في فن، في إبداع موجود في الثورة السورية. بهالمعرض تناولنا عدة مواضيع، منها معاناة المرأة، معاناة الطفولة، معاناة الشعب السوري بشكل عام، التدخل التركي لمساندة الشعب السوري. يعني هدفنا من هالمعرض انه بريشتنا المتواضعة نوصل رسالتنا لأكبر عدد ممكن من الناس.